ونحن في اختتام النسخة الثانية من برنامج دراية، البرنامج المخصص لتأهيل الوفود للمشاركات الدولية. سعداء جدا في سلام بهذا التفاعل الكبير الذي وجدناه من المشاركين والمداخلات التي قدموها والطروحات. الحقيقة النسخة هذه تضمنت ورش عمل، جلسات تفكير، تدريب، محاضرات، وهذا الخليط من كل هذه الجوانب أعتقد أنه كان محل إثراء للمشاركين. وكما تعلمون أنه يعني البرنامج هذا تضمن كثير من الموضوعات التي تهم المشاركين في الوفود الدولية، من بينها طبعا القضايا المثارة باستمرار في هذه الملتقيات، وأيضا ما يتصل بمفهوم التعامل مع وسائل الإعلام، واقع الصورة الذهنية، أيضا الأتيكيت والبروتوكول الدولي. فكل هذه الموضوعات الحقيقة موضوعات مهمة جدا، وقدمت بأساليب الحقيقة علمية وجيدة، ويعني بعيد أيضا عن مفاهيم الرسمية تماما، إنما قدمت بقالب يكون مقبول من الجميع. ونحن سعداء جدا بهذا البرنامج وبالتفاعل الذي يحقق.